صباح الخير. على إيقاع الإرهاب عم بتدور الكرة الأرضية، حركة الطيران الدولي تغيرت، مباراة ودية بكرة القدم تأجلت، والمظاهرات المطلبية والتجمعات التغت، فالعالم دخل بحرب عالمية ثالثة بوجه الإرهاب. وإذا كان الإرهاب الداعشي حرك الهمم، فيبدو أنه بلبنان نفخ الروح في القوى السياسية الهامدة، فاستفاقوا المعطلين على حجم ضرر التعطيل. بالسياسة تسوية على جمر إقليمية، بالأمن مداهمات وسباق بين الأجهزة والأحزمة الناسفة، أما النفايات المكدسة فسفر برلك باتجاه القارة السوداء، وصدق المثل رب ضارة نافعة. الأنماء بلبنان صاير مثل لعبة حظ، مرة بتصيب وعشرة ما بتصيب، ومع كل مشروع إنشاء سد أو مطمر أو شق طريق نتوقع أزمة بين مرحب ومعارض. فالدراسات والأوراق والجدوى الاقتصادية والبيئية إما ناقصة أو معدومة. تقريرنا لليوم من منطقة مرج بسري والخلاف بين الأهالي ووزارة الطاقة حول مشروع إنشاء سد وبحيرة بسري، وبين رافض ومؤيد للمشروع اختلفت الآراء. تقرير للزميل خالد أبو شقرة، ورح نرحب بضيفنا لليوم المحامي سهيل مالك سليمان مالك، لنضوي معك اكثر على هالموضوع. بنبقى سوا، اهلا وسهلا. صباح الخير، رح نشوف التقرير ومنرجع بنرجع. عم بتعيش مجموعة من القرى والبلدات المجاورة لسهل ومرج بسري حالة من القلق والترقب بانتظار ما رح تحمله الأيام المقبلة من تطورات بتتعلق بمشروع إنشاء سد وبحيرة بسري. فبعد تأجيل المشروع لأكثر من 30 سنة أعيد اليوم وضعه على بساط البحث، وأصدر مجلس الوزراء مرسوم ببدء الأشغال واعتبار المنطقة اللي رح يقام فيها المشروع من المنافع العامة. قرار أثار موجة من ردات الفعل اللي أتى بعض مرحب، فيما القسم الأكبر منا رافض بشكل كلي لمشروع قد يغير وجه المنطقة وجغرافيتها. يعني منطقة مثل سد بسري هون ضرر إلنا ليه؟ لأنه آخر المي بدها تكون عنا هون، سياحيا مش رح نستفيد منها شيء برأيي، وبدها تكون معمل برغش إلنا هون وحشرات، مستنقع ولا يصير اخر شيء. الغطايته بصير كلها غطايته وكلها رطوبه بتيجي لهون على يعني كله بيطلع سفي، يعني هي كده بتضر، في رطوبه كثير بتصير بتضيع. في ناس مبسوطه بالعمل هيك، وفي ناس انه برا تنظر بالاراضي تبعها. سد بسري باختصار هو اهم سد من بعد سد القران، اهم سد، وبس يصير تأكد من منطقة سياحيا لح تنتعش. كل المارش في زراعة أكيد بده يروح كله. أراضي كتير فتحت وكل هالأرض مملوكة، يعني ما فيش بدون ملك، ما في انه تقول هذا مشاع او ملك خاص، كله ملك خاص وكله مشجره بصوره اجماليه، وانا من الجماعه اللي عندي ارض تحت. بتنتعش شوي المنطقه، بصير منطقه بتعرف ضفاف البحيره وبصير منطقه سياحيه. وبعدين هيدي تشكل زلازل، الزلزال وقت اللي بده يجي كان في بحيره او ما في بحيره يعني. إنشاء السد رح يكون فوق هالمنطقة اللي تعرف بفالق روم شحيم، واللي منها انطلق عام 1956 زلزال أزال القرى، دمر المناطق وأوقع الضحايا، ومشهد الرعب والخوف اللي ما زال حاضر عند الأهالي وكبار السن هو عم بيكون السبب الأول لرفض المشروع. وعلوم واقع في الزلزال، هذه البلد اسمها بيتر، راح فيها 11 قتيل. منطقة الزلازل اللي ما بتيجي الزلازل بتشيل الأخضر والجبال بتشيلها لما الله بده يضر. وحسب ما بسمع أنا هو أساسه من بين روم وشحيم بيتر، هذا المثلث يعني يسار زلزال كتير قوي، وراح عنا شي 9 قتلى وجرحى وتدمير خراب يعني. قاعدين جوا ورجفت الدنيا كلها سوا، مين بيعرف منين طلع؟ وكانت البيوت كلها هبطت بالأرض، هون بقيش بيت واقف. Thank you.
أولويات إنشاء السد بمرج بسري ما بتتعلق فقط كون المنطقة مركز انطلاق هزات وزلازل، إنما لعدم وجود إحصاءات دقيقة عن كمية وأعداد الأشجار المثمرة والحرجية اللي رح يتم قطعها، وعن كيفية معالجة مياه الصرف الصحي اللي رح تصب بالبحيرة، وأيضا لعدم الوضوح لكيفية استثمار الأموال وحصة المناطق المجاورة من هالاستثمار. الشغلة الوحيدة اللي صار عليها الاعتراض هو إنه قطع الأشجار، ويمكن تحصل يحصل السد يمكن ما يحصل. بعدين في عنا نحن صرف الصحي يلي هو نحن على كتف البحيرة، ما أتوا على ذكره قطعيا، يعني رغم إنه بيئيا يعني إنه نحن مجرير الضيعة لوين على النهر. طلبت يمكن منهم إنه يكون في إفادة للضيعة، ماي شيء من هيدا، كهرباء كمان، هيدي ما استحصلت على شيء من الأمور هيدي. رفض الأهالي للمشروع عم بيتقاطع اليوم مع رفض أبناء بيروت لجر المياه للعاصمة من سد بسري، والطلب باستبدال مشروع سد بسري بسد دامور بجدوى أعلى وكلفة أقل. إذا منتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم المحامي سليمان مالك، أهلا وسهلا فيك. يعني شكرا. شفنا بالتقرير ناس مع ناس ضد، صحيح، رغم أنه أهالي المنطقة قدموا طعن للقرار يلي طلع، صحيح، شو الموضوع؟ نحن خليني بس هيك ابني يعني موقف من الريبورتاج اللي انعرض، فعلا تقرير مميز لأنه حط الصورة وأراء الأهالي مثل ما هي بشكل موضوعي، لأن نحن إذا بدي بس أخذ الأشخاص أول شيء ببين من الريبورتاج جمال المنطقة اللي بده يتم القضاء عليها، طبيعة خضار وطبيعة، وفي شغلة ما تم الإضاءة عليها هي مسألة الأثار وتاريخ المنطقة المميز بطابع التراثي والأثري، هاي شغلة. بالنسبة خلينا قبل ما نفوت بالتفاصيل، نعم، خلينا نقول تحديدا عن شو نحن عم نحكي، عن وين عم نحكي. يعني هو السد بين أي منطقة ومنطقة؟ هو السد بيوقع بين قضاء شوف وقضاء جزين، بيتوسطوا هيدا السهل الزراعي على مساحة 570 هكتار، يعني بين أراضي زراعية وجبال يعني غير مستصلحة، بده يتم القضاء عليها. هيدا واقع فوق كرة بلدة بسري ومزرعة المطحنة، هو بقضاء جزين، خربة بسري قضاء شوف، وصولا لتحت عمطور وبلدة باتر. لأنه سمعت أحد الأشخاص ومن بلدة باتر عم بيقول أنه هيدا مشروع سياحي ومميز وينعش المنطقة كلها سوا، واللي هي فيها وجهة نظر. في ملاحظات وعلامات استفهام كبيرة، لأنه هيدي مسألة السياحة وإنعاش السياحة وعضفاف البحيرة، كل الآراء اللي انعطت بنحترمها، بس هي يعني هي كانت مسألة يعني أعطاء هذه المعلومات أنه سياحة هي مش أكتر لتضخيم وتخفيف من مسألة حدة الاعتراضات على مسألة السد وخطر إقامة السد. خطر إقامة السد لأنه الأشخاص اللي هن سواء كانوا بباتر عمطور أو بالكرة المرتفعة عن موقع السد اللي ما اعترضت عليه، لأنه في عنا هلأ بتكلمنا بالتفصيل، هن عم بفتشوا على منفعة سواء استثمارات، يعني بيفكروا أنه مسألة رح يستفيدوا من عقاراتهم ترتفع أسعارها، أو مشاريع سياحية، مع أنه هذا شيء وهمي وهلأ منحكي له. نحن الكرة اللي هي رح تكون بمستوى أدنى من مياه البحيرة. لحظة، خلينا بس نضوي على شغلة كتير مهمة، نعم. وين خطورة إقامة هالسد؟ ليش البلدية والفعاليات معترضة على المرسوم؟ لأنه في خطر على السكان، يعني رح يكونوا الأهالي تحت مستوى البحيرة بحجم 125 مليون متر مكعب من المياه، يعني بحر ما يفق كرة سكنية بعيد عن الأماكن البيوت السكنية مئات الأمتار. هي منطقة معرضة كتير للزلازل، هي طبيعة الزلازل معروفة، فالق روم متطرقوا له معظمهم أنه قديش خطر، يعني بال 56 دمر روح كذا ألف، يعني بمئات الضحايا وجرحى، يعني شرد شي 6000 مواطن، وتم تدمير كل البيوت السكنية، وعلى ضوء الدولة اللبنانية أنشأت مصلحة التعمير واشترت عقارات سواء ببلدة أنان أو بشحيم لإسكان الأهالي، يعني فبالتالي كان في واقع ومشكلة حقيقية. طيب وين مصلحة الأهالي اللي موافقين على المشروع فإذن؟ نحن خلينا نشوف مسألة الموافقة، ما في يعني في بلديات انعرضت عليها القضية ما أعطت رأي اعتبرت موافقة ضمنية، لكن في بلدية رفضت وهي بلدية الميدان
ولانه هي رح تكون على سطح الميات، يعني هي اعلى من السد بشي 100 متر، يعني كل هالتلوث رح يكون عليها المناخ الهواء قطع هالاشجار اللي رح يكون تحت منها لهالبلده، اضافه الى الحشرات والاوبئه وتلوث المياه اللي رح تشكله تجمع هذه المياه ضمن حوض البحيره، يعني هيدا الخطر على السكان. لكن الكره اللي هي بمستوى ادنى من مستوى مياه البحيره، بسري، خربة بسري، مزرعة المطحني، وصولا الى مصب النهر في بصيدا على الاولي، هول الكرة معرضين الى يعني غمرهم بمياه البحيرة في حال تضعضع موقع السد بنتيجة زلزال خفيف. نحن عم نقول يعني النتيجة كارثية بتكون على المناطق، طبيعي يعني بدها تقضي على الاهالي كل الموجودين بالمنطقة. لأنه خلينا نقول كمان شغلة، انه الاراضي كلها مثل ما هلا كانوا عم بيقولوا بالريبورتاج، الاراضي مملوكة، هي عقارات خاصة، صحيح عقارات يعني ما خاصة. في مشاعات ابدا، يمكن الا اذا شيء جزء صغير، بس كلها عقارات خاصة. والاخطر من هيك عم يتم قضاء على سهل زراعي مميز بين الشوف وجزين، يعني بحوالي بدراسة تقييم تقرير الاثر البيئي كل المخاطر واضحة بس عم يتم تجاوزها. يعني مسألة أهمية السهل الزراعي بالمنطقة مميز، يعني سهل كيف سهل البقاع، تربة خصبة أبدا. نفس الشيء عندك مسألة إذا بدنا نطرق لها من هلا، مسألة الشروط اللي فرضتها، يعني عطت موافقتها وزارة البيئة على تقرير تقييم الأثر البيئي مشروطة، ما تم الاحترام، يعني احترام هودي الشروط، لا بل هناك دراسات بقيت معلقة يعني وكلها واضحة. يعني نحن في شيء كبير عم نتابعه أمام مجلس الشورى الدولي بالطعن بهذا المرسوم نتيجة العيوب القانونية اللي أصابت هذا المرسوم للإسراع ويعني تسريع مسألة إصداره. ومسألة ثانية هي بشكل ما هي لا يعني ما إظهار الحقيقة للأهالي الرافضة لهذا المشروع، بالتالي تم زرع فكرة حيوي سواء لبيروت أو المنفعة تجاه بيروت، فتم هيدي تضخيمها بطريقة حتى نكون طيب عم نستحصل على القرض. ماتر ما بعرف قديش معكم حق أو الفريق الثاني معه حق، بس فكرة إنشاء سد عم بتكون دايما مواجهة باعتراض، دايما دايما وين ما كان السد بحيالله منطقة. هلا ما بعرف إذا في خطة بديلة، طب وين نحن بحاجة لسدود بلبنان؟ وين معقول يتم بحاجة لمياه؟ مش يعني نحن قادرين، يعني الطرق البديلة بدها تكون يعني فينا نأمنها نحن الوسيلة مش بواسطة السدود. نحن عندنا مشروع حديث بعده وتم توقيفه من قبل وزير البيئة. ليه؟ لأنه نظرا للمخاطر، هو مشروع سد جني على اثر تقييم الاستراتيجي البيئي الاستراتيجي اللي حدد كمان وطلب توصيات اعاده النظر بمشاريع السدود وتقليص حجم السدود ووضع خطه وطنيه لمعالجه يعني حوار وطني حول مساله المياه. يعني نحن جينا عم نعمل سدود بكلفه باهظه دون جدوى، يعني للمواطن انت مش رح فيك تأدميني له هالمنفعة، يعني ما لنا مضمونة، وبالتالي عندك طرق بديلة لو بدها تكون مكلفة. يعني بدو يقلنا غير سدود الطرق غير البديلة، سدود عندك الخزانات الجوفية، يعني انا مسألة بسري وعطول هاي من الطرق مكلفة اكتر من كلفة السدود. يعني عادة عندما كان يتم عرض هذا الموضوع بيقولوا لهم بيتقدم اقتراح تحلية مثلا مياه البحر او الاستفادة من المياه الجوفية، فكله بيقولوا لك هيدي كلفة دغري باهظة، يعني بسكروا لك الطريق على هودي الطرق البديلة. بس أنا بالنسبة لبيروت الكبرى، جبل لبنان وبيروت الكبرى، واللي هني عم بيقولوا أنه بيروت بدنا نقدم لها يعني بدنا نأمن لها المياه الشفة سواء للشرب أو المنزلية. أنا بدي أسأل شبكة التصفية أو التكرير اللي بتبيع عم بتأمن مياه للشرب لأهالي بيروت؟ أبدا، يعني بالتالي هالشبكة اللي بدها يتم تأمينها مش رح توصل هالنتيجة من المياه إلى المنازل السكنية أو المستهلك ببيروت وجبل لبنان. طيب انحكى بآخر الريبورتاج عن سد بديل اللي هو سد الدمور. في دراسة أنا مسألة سد بسري أو سد الدمور أو أي سد عمره حوالي 50 لـ60 سنة، يعني مسألة سد الدمور في دراسة قريتها لشخص يعني ما في معرفة شخصية فتحي شتيلة بيقول أنه هذا بيأمن وبديل عن سد بسري وبأقل كلفة وقريب لبيروت. أنا بقول شغلة، نحن لازم يتم اعتماد مبدأ لا مركزية مصدر تأمين المياه. يعني نحن ببيروت وجبل لبنان عندك مصادر من أبار وينابيع، لازم يتم ضبطها معرفة المياه المتوفرة عنا حتى يكون يعني عارفين شو في لنا حاجة، يعني نحن للمياه مش أنه تكون بطريقة عشوائية ونحن عم نروح على مشاريع جديدة مكلفة ومش عارفين يعني نحن الخطة اللي بدنا نأمن لصيانتها والجدوى منها يعني بطريقة يعني هيك دقيقة.
فنحن عم نقول بيروت وجبل لبنان في مصادر لازم الاستفادة منها، وبالتالي أقرب بتكون وأقل كلفة، وبأكثر الحالات أو بأسوأ الحالات إذا في إمكانية للاستفادة من مياه نهر الأول. في دراسات وأراء، وأنا هون بضلني كل مرة بشدد فيها بكل مقابلة، أنه في أراء انعطت من قبل المسرح الوطنية لنهر الليطاني كيفية الاستفادة من مياه نهر الأول، فبالتالي لازم يتم اللجوء لإلها ومش تهميشة لهول المسائل. يعني نحن مسألة طيب سؤال وي. هلا صدر المرسوم بإنشاء صحيح. السد، وأنتوا قدمتوا الطعن. نحن كيف المرحلة صارت؟ صدر هلا شو رح يصير على الأرض؟ نحن يعني أول شيء الطعن أمام مرجع قضائي، ونحن قلنا الثقة التامة بأمام القضاء ومجلس شورى الدولة تحديدا للتدقيق بكل المستندات وكافة التقارير اللي بتوضح صورة الخطر اللي هو بده يلحق بالمنطقة كلها سواء مقابل الجدوى. في عنا الشغل الثاني أنه نحن هلأ وصلنا أمام مرحلة الموافقة على الكارد من البنك الدولي بمجلس النواب، تم التصويت عليه. هون نحن في خطورة، أمننا المبالغ المالية، في إشارة استملاك نزلت على عقارات كل المالكين العقارات بالمنطقة، في مطرح ما رح يتم إنشاء السد صحيح نزلت على الصحيفة العينية أو العقارية للعقارات لإشارة السد، يعني نزل عبء عقاري على أملاك الأهالي فوق. عندك الأموال في صارت تأمنت، يعني في إمكانية ليبلشوا بالتنفيذ والمباشرة بهذا السد. فبالرغم ما أنه عندك الدراسات اللي لازم تكون مواكبة أو متزامنة مع إصدار المرسوم وإقرار القرض اللي هي خطة إعادة إسكان، يعني عندك الأشخاص المتأثرين هن بالمشروع ما في ولا أي خطة انوضعت أو قابل للتنفيذ، لأنه بدها مراسيم بدها قرارات. يعني أقلع قرار واحد بس بعد في كذا قرار لازم يطلع تلسيب فيه يعني طبيعي. نحن واصلين على مأزق مثل أي مشروع عم بيتم التسريع أو دفعه قدما باتجاه يعني مشكل مش حل، يعني نحن عم نفتش عن حل. طب ليه في إصرار على إنشاء السد بهالمنطقة تحديدا؟ ليش في هن تحت عنوان المشاريع حيوية وبحاجة للمياه. نحن مش عم نقول ما في حاجة للمياه يمكن، بس نحن مسألة الإصرار يمكن فريق معين بيعتبره إنجاز بده يخلص. نحن مع أنه منشدد على مسألة وعبر شاشتكم أنه نحن هيدا خلفية الاعتراض على السد ما إلها علاقة لا بالسياسة ولا بأي منفعة شخصية لأحد أو لمجموعة أبدا، هي نتيجة الخطر الفعلي الحقيقي اللي بده يلحق بأهالي الكرة الموجودة وعايشة من هذه الأراضي التي هي تعتبر مصدر رزق لإلها، وبالإضافة إلى عدم وهم أهالي بيروت وجبل لبنان أنه نحن رح نأملكم مياه ونقية وانتو هيدي للشرب وإلى ما شابه، يعني فبالتالي نحن بدنا الحقيقة، بدنا مشاريع جدية حقيقية منتجة ما بتشكل خطر وما بتشكل عبء إضافي على الأهالي المواطنين. طيب حضرتك محامي قد برأيك رح تاخد وقت هالقضية كلها سوا؟ بدأ وقت لأنه نحن بمرحلة تبادل لوائح. هلأ وقتها بتقدموا طعن يعني بيوقف المشروع إلى حين؟ ما توقف، نحن للأسف نحن تقدمنا بالطعن وصدرنا قرار برد طلب وقف التنفيذ. ما شاف يعني هذا قرار ممكن الرجوع عنه، ما أنه قرار مبرم، بس نحن عن جد مناشد إلى التدقيق بكل المستندات وهواجس الأهالي اللي عم تطعن بهذا المشروع، وعدم تهميشة أنه وإظهارهم أنه هن بموقع منهم حريصين على مسألة المياه أو على الأهالي بغير مناطق بحاجة للمياه أبدا. طبعا المحامي سليمان مالك أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم على الاستضافة، بتمنى لكم التوفيق يعني شكرا. لمصلحة المنطقة والأهالي بكل الأحوال. شكرا. أهلا وسهلا فيك. بريك ونرجع من بعده.